ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. توصلنا بمعلومات مؤلمة عن ضابط أمني 40 كان من بين ضحايا فجعة قطار بقنادل التي عرفتها المنطقة المذكورة صباح اليوم الثلاثاء. وأوضح مصدر مطلع أن الأمر يتعلق بضابط شرطة يعمل في مدينة الرباط وكان متجها إلى القنيطرة من أجل غرض شخصي، لكن الأقدار الإلهية شاءت أن يلقى مصرعه خلال الفاجعة. وتجدر الإشارة إلى أن فاجعة انقلاب القطار الرابط بين مدينة الرباط والقنيطرة خلفت مصرع 7 أشخاص وإصابة 125 آخرين من بينهم 7 حالات حرجة حسب تصريحات ربيع الخليع لوسائل الإعلام صباح اليوم. ومن هذا المنبر نوجه أحر التعازي لعائلات الشهداء ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.